الغليان والخلافات المستمرة داخل جماعة الإخوان الإرهابية من أول ما تم نشر التقارير اللي كشفت فضيحة رواتب مذيعي قنوات الإخوان في تركيا وقطر، واللي بتقدر بآلاف آلاف الدولارات شهرياً. وفقاً للتسريبات الموثقة، الإخواني محمد ناصر عشان يطلع ويعمل لنا الشو اللي بيعمله ده ويقول ويهذي بالكلام الغريب بتاعه ده، بياخد 60,000 دولار شهريا مرتب عن ظهوره في قناة مكملين. 60,000 دولار شهريا، احسبوها انتوا قد ايه بقى. عبد الله الشريف بياخد 120,000 دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي. أرقام فلكية، وبعد يمكن ظهور هذه الأرقام الكبيرة جداً والفلكية زي ما قلت لمذيعي قنوات جماعة الإخوان الإرهابية للرأي العام، بقى في حالة من الارتباك دخلت فيها الجماعة الإرهابية، وخاصة في صفوف القيادات، وبقوا خايفين على التمويلات القطرية أحسن تضيع منهم. علشان كده بدأوا أن هم يصعدوا من حملاتهم التحريضية ضد الدولة المصرية. مصادر لليوم السابع بتقول ان في خلاف ما بين ايمن نور رئيس مجلس اداره قناه الشرق الاخوانيه ومعتز مطر المذيع في القناه، وانه معتز هدد نور بالانسحاب من القناه في حال تنفيذه قرار بتخفيض ميزانيه برنامج معتز بنسبه 50%. معانا الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجامعات الإسلامية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. حالة من الارتباك في قنوات الإخوان والجماعة الإرهابية بعد فتح رواتب أرجوزات الإعلام الإخواني الإرهابي. حضرتك شايف يعني الوقائع الجديدة والفساد المالي والإداري إزاي؟ ويمكن دي رواتبهم، ده غير طبعا الكماليات الأخرى من عربيات فارهة وفيلات وما إلى ذلك، وبيتكلموا عنها وفضحوا بعض فيها. يعني هو مش الفساد المالي بس ولا الإداري، المشكلة أن هناك أيضا فساد أخلاقي غير مكشوف عند النقاب دايما، وهم نفسهم اتكلموا عن ده في بعض المقالات في بعض مواقع التواصل. هناك فساد مالي واداري واخلاقي، يعني تحول الشباب الاخوان في تركيا الى الحانات والى شرب الخمور والى واعلامي الاخوان والفساد داخل قنوات الاخوان والسرقه، ولدرجه ان احدهم كتب عن ايمن نور وانه شغل بعض العاملين في قناه الشرق كخدم لي في المنزل وتدني الاجور. ده كل ده كشف على مدار السنتين اللي فاتوا في حلقات متتاليه، كل فتره يخرجوا علينا هم بنفسهم يعني بيخرجوا علينا بمثل هذه الاشياء. الادهى من ذلك ايضا التناحر، يعني العمليه اللي هي فيها تناحر ما بين مكتب قطر ومكتب لندن، يعني التمويل على كعكه التمويل القطري والصراع اللي هو داير بين مجموعه حمد بن جاسم الاخوانيه وبين مجموعه عزم بشاره، يعني ده كله بينعكس على قنوات الاخوان وعلى اعلامي الاخوان. النهارده المجموعه بتاعه قطر كشفت ان عزم بشاره تلقى ملايين مئات الملايين، وما ينفقونه في لندن على حفلات وعلى اقامه فنادق خمس نجوم، وايضا الفريق الثاني كشف الاجور اللي هي بيتقاضوها اعلامي الاخوان اللي هي تفوق مئات الالاف من الدولارات، وهم بيدعوا انهم يجاهدون وانهم يقاتلون من اجل الوطن، وهم باين قوي الصراحه العمليه كلها عمليه عماله وخيانه وبحث عن الاموال، وده واضح جدا جدا في كم الاجور الضخمه جدا اللي هم بياخدوها. دول مجموعه من الخونه المرتزقه اللي هم تم تجنيدهم، وتم تجنيدهم بالمال، يعني تم تجنيدهم بالمال، ودي نوعيه من البشر، نوعيه يعني طبيعتها فيها طبيعه الخيانه. والغريب ان هم بينحازوا في كل مواقفهم للمحتل التركي اللي هو عاوز يحتل اوطاننا ويحتل مقدرات منطقه الشرق الاوسط. طب ليه زاد الاهتمام بملف التمويل وبالاخص الفتره الاخيره، وزادت حده الخلافات وزادت حده الانقسامات؟ هل علشان فشلوا
في يعني تقليب الرأي العام المصري فزاد الخناق على هذه القيادات، أم هناك وقائع أخرى لا نعلمها؟ وعشان فشلهم أو عدم قدرتهم على حشد الجماهير ده خلى الإخوان عملت اجتماع منذ عدة شهور اسمه إعادة تقييم وبناء الإعلام الإخواني. فهم عملوا الاجتماع ده في لندن وابتدوا ان هم يضعوا خطه جديده خلال الفتره المقبله يتم بموجبها اغلاق قناه العربي والاعلام اللي هو تابع لعزم بشاره واغلاق بعض المنافذ الاعلاميه. ده اثار حفيظه الجناح الثاني، وعلى الفور بداوا يتصارعوا مع بعض على هذه المساله، وكل منهم يكشف عن حجم التمويلات الضخمه جدا. وشوفنا احنا محمد ناصر وطالع يهاجم عزمي بشاره مره واحده كده، وده كان مش اعتباطي، خد بالك ده ياتي في هذا السياق. واتكلم بعيد وهو ايه يعني في المكتب بتاعه بعيد عن القناه حتى لا يحسب كلامه على القناه، لكن اللي كان واضح جدا حجم هذا الصراع. على الناحيه الثانيه شفنا برامج في قناه العربي اللي هي بتصدر من لندن بتهاجم بشكل مباشر اعلامي الاخوان المقيمين في تركيا اللي هم تابعين لمكتب قطر، وشفنا الهجوم ده، ومن ثم ظهرت اللي يعني حجم المرتبات بتاعتهم والكشوف اللي هي بتاعت المرتبات. طيب استاذ ماهر، بعد القاء القبض على مرشد جماعه الاخوان الارهابيه حصل تخبط وحصل انهيار في التنظيم، سواء كنت بتكلم يعني محليا وايضا دوليا. اولا سبب هذه الانقسامات ايه؟ وإيه هي هذه الانقسامات اللي حصلت، وإلى أين ستؤول بمستقبل هذه الجماعة؟ طول التاريخ الإخواني دايما بيبقى فيه انشقاقات داخل جماعة الإخوان، يعني دايما في خلافات ونزاعات وانشطارات مش بتظهر على السطح، دي أحيان كتيرة بيحصل انشقاق فردي، ما بيحصلش انشقاق بشكل جماعي، لكن بتبقى فيه محاور جوه الجماعه في خلافات دايما. لكن يعني احنا المره دي بنتكلم عن انشقاقات كبيره وبين قيادات وفضائح ويعني وقائع فساد مالي اداري اخلاقي جديده. طبعا هو ده على مر التاريخ، على مر التاريخ بتبقى المحاور دي موجوده. فاحنا بنشوف مثلا محور اللي بيطلقوا على نفسهم البنائين او اللي هم اتباع حسن البنا، اللي شايفين ان هو منهج حسن البنا في فريق انحاز بعيد عنه وتركه، منهج القطبيين وغيره. سيطر القطبيين على جماعة الإخوان، وكان منهم محمد بديع ومحمود عزت، وهذه المجموعة كلها سيطرت على الجماعة. لما تم عزل جماعة الإخوان وفشل اعتصام رابعة في عمل انقسام داخل الدولة المصرية، ده هنا بدأت الشباب يعملوا نوع من المحاسبات للقيادات القطبية، يعني ماذا فعلتم ولماذا جنينة وماذا جنينة. هنا بدأت تطلع محاور، فأصبح عندنا ثلاث مجموعات، مجموعة القرضاويين اللي هم أتباع يوسف القرضاوي، عصام تليمة وغيره، مجموعة الكماليين اللي أتباع محمد كمال اللي هم بيؤمنوا بالعمل المسلح، ومجموعة أخرى المجموعة القيادة التقليدية اللي هي القيادة القديمة اللي كان بيقودها محمود عزة. لما تم القبض على محمود عزة طبعا الصراع على أوجه، والصراع كله داير على من يخلق محمود عزة، من يقود. هنا تولى إبراهيم منير، وهنا محمود حسين والقيادة التقليدية ساهمت في تولية إبراهيم منير. هنا عدم رضا من قطاعات كثيرة جدا من الإخوان ليس في مصر ولكن الإخوان الموجودين في العالم العربي على إبراهيم منير وعلى مكتب لندن. والصراع هيستمر، لكن الغلبة طبعا لمن يملك الأموال، الغلبة لمن هو يحصل على التمويل ويمول الجماعة طبعا، ده اللي هو في ايد القياده التقليديه اللي في ايد ابراهيم. وفي اخبار بتقول انه يعني تم نقل مقر التنظيم للخارج وعاد الى لندن بعد تولي ابراهيم منير كمرشد الجماعه. هو ابراهيم منير على العموم كان يعني ايضا نائب القائم باعمال المرشد، وده صدر في بيان رسمي من الجماعه من فتره طويله قبل القبض على محمود عزة، فهو لم يتغير شيء في العمليه الاداريه. يعني هو ابراهيم منير كان متولي منصب كبير داخل الجماعه، ومكتب لندن دايما متولي الجانب الاعلامي في الاخوان دايما طول الوقت من زمان حتى من سنين طويله يعني، فهو مكتب لندن مكتب مهم للجماعه. على العموم هو ده يعني بيؤكد على حجم التواصل مع بريطانيا، يؤكد ازاي ان هم اختاروا ده بعنايه شديده جدا عشان يبعثوا رساله للغرب ان احنا في قلبكم وفي احضانكم يعني. الجماعه ما قبل ابراهيم منير هي الجماعه غير ما بعد ابراهيم منير، ستحدث
اشياء كثيره جدا يعني وستخرج من تحت السطح كما يقولون. توقعاتك ايه يا فندم؟ توقعاتي مزيد من الانشقاقات داخل الجماعه، محاوله الجماعه القفز على ما يحصل فيما بعد، ومحاوله ان هم يحلحلوا الازمه شويه ويجعلوا اناس قريبين منهم، يعني قريبين من قوى سياسيه اخرى تتكلم عما يسمى المصالحه، هنشوف ده خلال الايام المقبله كثير. وما زال يعني بعد هذه الانشقاقات ايضا ووقع الفساد الجديده، ما زال اعضاء الجماعه الارهابيه بتطبق مخطط تهديدها يحكمها يخربها. يعني لأي متى سيستمر هذا المخطط؟ وبعد ربما الشهادات الأوروبية الجديدة سواء كانت من وزير الداخلية الفرنسي اللي بيحذر من خطورة هذه الجماعة، أو من مجلس العموم البريطاني اللي بيقول إنه هذه الجماعة بالفعل بتنشر التطرف ما بين الأفراد الشعب البريطاني وما إلى ذلك من شهادات أوروبية، لأي مدى أيضا ستستمر هذه الجماعة، وإمتى هنشوف خطوات جدية لاستئصالها من هذه الدول؟ الجماعة الوظيفية جماعة بتسير بأجندة، جماعة حاليا مرتبطة ارتباطات خارجية ضخمة جدا، فهذه الجماعة لن تتوقف عن عملها طول ما هي مرتبطة بهذا الشكل. يعني هو أولا عندها خلل كبير جدا، خلل هرموني كبير، يعني أولا في المبنى بتاعها نفسه، في هيكلها نفسه، واحد إن هي لا تفرق بين العمل الدعوي والعمل السياسي، اثنين ان هي دايما بتؤمن بان هي لازم تصل للسلطه، وان السلطه هي الوسيله الوحيده وكرسي الحكم للتغيير، فده الوصول للسلطه معناه ان هي تجند شباب، معنى الشباب انها تضحي بيهم، معنى انها تصدمهم بالجيوش وبالامن، فدي خلل كبير جدا في بناء الجماعه. ثاني حاجه ايمانها ان هي جماعه المسلمين وليست جماعه من المسلمين. ثالث حاجه عدم تفريقها بين العمل الجماعي والحزبي والجمعيه الاجتماعيه، فانت ما بتعرفهاش هي جمعيه اجتماعيه ولا سياسيه ولا حزبيه ولا ايه، فهم خالطين كل الامور، ولذلك هذا الخلط وهذا الخلل الموجود في جماعه الاخوان سيجعلها طوال الوقت مستمره تقدم السياسه على الدعوه، تقدم العنف على اللين، ترتكب اعمال عنف، ترتكب اعمال كثيره جدا مخالفه للوطن.